الآن على التوالي للمنتخب العراقي. في غفلة المدافعين استطاع أن يحرز سوبرماني الهدف للمنتخب السنغافوري. اللعب الآن من راس تخلص. هايرو إيمري لاعب رقم 19. تعود بالخلف الآن أحمد كابر. في هوار ملا محمد باتجاه عماد هوار. تمريرات أيضا حلوة وفي خطر. في خطأ للمنتخب العراقي والخطأ للاعب صالح الزبير. شايف؟ هذا الخطأ لصالح الزبير اللاعب رقم 6 لاعب الأنصار اللبناني. وهنا حكم اللقاء أيضا مثل ما نشاور على وجود خطأ الآن لمنتخب العراق. هنا حارس المرمى أيضا اللي هو لينيل حارس مرمى المنتخب السنغافوري. ضربة حرة مباشرة الآن. حرة ومباشرة الآن. ربما نشأت أكرم يسدد. راح نشوف الآن ملعوبة ويحصلها حارس المرمى. يشيلها حارس المرمى الآن. يبعدها المدافع إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس. إذا صالح الزير هو اللي كان على الخطأ الماضي. ملعوبة الآن في وسط الملعب. المنتخب العراقي أكيد أكيد ما راح يرضى ولا راح يسكت على الهدف اللي دخل في مرمى. شايف هنا الخطأ على صالح الزير. خطأ أيضا واضح والخطأ دائما لهذا اللاعب اللي واضح في الصورة اللي هو هايرو إيمري. ملعوبة تصل لأحمد لطيف. هذا 41 أحمد لطيف. وهنا التسديد الجميل اللي كانت عن طريق اللاعب صالح الزير اللي خلصها حارس المرمى. ملعوبة الآن أمامية تصل سهلة لحارس المرمى نور صبري. حصلها نور صبري الآن. لعبها لحيدر عبد الأمير. جايب الآن حيدر عبد الأمير. يعني يا ريت تشوف أيضا مدرب المنتخب العراقي واضح على الخط تماما. يوجه الهدف أزعجه تماما. وهنا في خطأ للاعب يونس محمود. جايب هنا خطأ واضح أيضا في عرقلة تماما وخطأ على اللاعب السيجاي. ايضا هذا هو مدرب المنتخب العراقي اكرم سلمان. ملعوبة امامية الان. في اللعب تتخلص. يونس محمود يحاول يحصلها. تعود مرة اخرى للمنتخب العراقي وتتخلص من صالح الزير الى خارج ارضية الملعب. رمي الشمال. نشأة اكرم باتجاه يونس محمود. واحد من الهدافين ايضا الرائعين يونس محمود. في خطا الان على يونس. 13 دقيقه الان. شوف هنا خطا واضح 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 الخطا تماما لصالح اللاعب كيريل اسحاق. هذا هو رادات المدرب ل منتخب بلاده. وهذا المدرب اللي هو راجع
راديوكو إبراموفيتش المدرب طبعا من صربيا من صربيا اللي هو إبراموفيتش. ربع ساعة الآن تماما، ربع ساعة انقضت وتقدم للمنتخب السنغافوري. جانب أيضا من الجماهير السنغافورية، الجالية السنغافورية أيضا حاضرة في هذا اللقاء، روح رياضية أيضا لجانب لاعبي المنتخب العراقي، عاد الكرة للاعبي المنتخب السنغافوري. طبعا قبل هذا اللقاء أقيمت أيضا عدة مباريات للقاء اللي جمع المنتخب البنغلادي ومنتخب أوزبكستان. استطاع منتخب أوزبكستان الفوز على بنغلاديش في 4 أهداف مقابل لا شيء، بينما المنتخب الإيراني أيضا حسم تأهله أيضا وتأهل بعد ما فاز على تايوان بهدفين مقابل لا شيء، والهدفين كانا للاعب الإيراني المتألق علي كريمي صاحب الهدفين في مرمى منتخب تايوان. عموما أيضا قرأنا اليوم بأن كريمي إماراتي. ملعوبا أن نشأة تكرم داخل منطقة الجزاء وتعطي إلى خارج أرضية الملعب، فرصة خطيرة تماما للمنتخب العراقي. المنتخب العراقي يعادل النتيجة، هنا التسديدة القوية عدت من حارس المرمى، لامسها برافو يا شباب، برافو. طالما يصل المنتخب العراقي لمرمى المنتخب السنغافوري راح يسجل ان شاء الله. ملعوبة بالراس تبعث، هذه خطيرة ايضا، لا زالت خطيرة على مرمى المنتخب السنغافوري، وهي استئناف اللعب حسب اللقاء. اذا الكرة لا زالت في ارضية الملعب، يعني يا ريت نشوفها مرة ثانية، يبدو لي الكرة عدت. شوف هذه اللعبة الان الخطيرة العالية، ما هي باينة اذا من هذه الزاوية، راح نشوفها ان شاء الله اذا امكن. ملعوبة الان فرصتين خطيرتين للمنتخب العراقي، هنا هجمة الان للمنتخب العراقي، هجمة خطيرة الان، ممكن يباصيها، ممكن يسدد، سدد والصد ايضا بالدفاع، تعود مرة اخرى، مرتبك تماما الدفاع منتخب سنغافورة الان، اللي يشاهد ايضا راح يتراجع للخلف، واكيد المنتخب العراقي راح يواصل ضغط بغية احراز هدف التعادل. هنا هوار ملا محمد الان، هوار يعيدها بالخلف للاعب شجاعي جاسم حاجي، ملعوبة بالراس والى خارج ارضية الملعب. واصل المنتخب العراقي، واصل المنتخب العراقي لمرمى منتخب سنغافورة. شوف هنا اللعبة ايضا اللي لعبها يونس محمود هو اللي لعبها، يعني يا ريت يا طلال لو تجيبها مرة ثانية، يا ريت لو تجيبها يا طلال مرة ثانية. ضربة مرمى الآن ملعوبة أمامية، تتخلص تصل للمدافع أحمد كاظم، يعيدها لحارس مرمى نور صبري. في وسط الملعب بالخطأ أيضا، هذه مقطوعة في اللعب بالخلف المدافعين، طالع نور صبري وحيدر عبد الأمير. حيدر عبد الأمير ظل الكرة خطيرة، يعني أيضا الخوف من الهجمات المرتدة للمنتخب السنغافوري. ملعوبة يونس محمود، يلا يا يونس، لا، هذه مضيع تماما منك يا يونس، هذه مضيع منك تماما. شوف الاستلام الحلو ولعبها عالية تماما، راحت عالية. أيضا هدف آخر يضيع على المنتخب العراقي في الدقيقة 18. شوف لعبها بشكل غريب لعبها اللاعب يونس محمود، لكن راح يسجل المنتخب العراقي، هو واصل الان لمرمى المنتخب السنغافوري. خطأ الان في وسط الملعب، والخطأ لهذا اللاعب اللي يحمل رقم 32 اللي هو خالد مشير، يلعب في نادي دهوك ايضا في العراق. ملعوبه الان يونس محمود اللي يضع اللعبه الماضيه، تتخلص من امامه، تصل لاحمد لطيف، وفي خطا، حكم اللقاء يشاور ما في خطا. عموما اذا ما في خطا الان، لاعبي المنتخب السنغافوري كانوا يطالبون لوجود خطا، ولكن حكم اللقاء يطلب استمراريه اللعب. هذا هو حكم اللقاء مامادوف من تركمانستان، لنيل حارس المرمى يلعبها طويل الان،
قدر عبد الامير يخلصها. تصل في وسط الملعب خالد مشير بالخطا ايضا، شايف الاخطاء اللي يقعون فيها لاعبي المنتخب العراقي. ركله هار مقطوعه الان، تصل لخالد مشير، لاعبها باتجاه جاسم حاجي لاعب رقم 27. انجازات ايضا كثيره للمنتخب العراقي راح نذكرها ان شاء الله في من خلال مجريات اللقاء. تتخلص الان من احمد لطيف، شايف المنتخب السنغافوري الان باكمله متواجد في الخلف ما عدا لاعب واحد اللي هو ركل هار لاعب رقم 44. خطيره هذه، خطيره ايضا وفرصه ضائعه مره اخرى، هجوم عراقي الان ملعوبه وتتخلص الى خارج ارضيه الملعب. لا زالت الكره في ارضيه الملعب في اللعب، والى الان الى خارج ارضيه الملعب ركله ركنيه. هذا هو يونس محمود لاعب المنتخب العراقي ولاعب الغرافة القطر. هنا هوار ملا محمد اصطدت الى خارج ارضية الملعب ركلة ركنية. ركلة ركنية الان للمنتخب العراقي ملعوبة، تتخلص ايضا من احمد لطيف، تعود مرة اخرى داخل منطقة الجزاء ليونس محمود. يونس لنشأة اكرم الان راح يلعبها عالية، نشأة لعبها بالراس وتبعد الى خارج ارضية الملعب ركلة ركنية. قرب المنتخب العراقي الان، قرب المنتخب العراقي، شوف طلعها تماما من المرمى المدافع. ملعوبه الان تصل حيدر عبد الامير، تتخلص بالراس تعود بالخلف راح يسدد 27. قويه بالفعل، كره قويه سددها جاسم حاجي بشماله قويه رايحه، ولكن ايضا مكان مواقف حارس المرمى. ملعوبه مره وفي رايه في رايه في رايه في رايه تسديده قويه. شايف هنا الرأي من المساعد الأول على بيدريف، شايف هنا اللعبة رأي سليمة وهنا التسديد القوية من اللاعب جاسم حاجي، قوية كانت بالفعل، قوية صدها حارس المرمى مكان مواقف تماما اللي هو لينيل. المنتخب العراقي إلى الآن تقريبا أضاء فرصتين أو ثلاث فرص محققة، إذا هو مقرب للمرمى إن شاء الله راح يسجل. هوار ملا محمد لعبها لصالح سدير، تعود بالخلف احمد كاظم كابتن الفريق. نشأة اكرم لاعب الوسط ولاعب الشباب السعودي. هوار ملا محمد تعدي من امامه خارج ارضية الملعب الان، هذا هو هوار ملا محمد يلعب في قبرص. هوار ملا محمد وهنا ايضا الخمر، هنا الخمر لقطة جميلة ايضا، لقطة رائعة كانت ايضا من الزملاء هنا. اللعب الان تصل لاحمد لطيف، رمي التماس للمنتخب السنغافوري. هذا هو 44 ركله هار بتغيير مبكر، يبدو لي تغيير مبكر للمنتخب السنغافوري. شاهدنا اللاعب رقم 25 اللي هو ديكسون، يعني اتوقع البديل راح يكون اللاعب احمد لطيف ربما للاصابه. نعم هو احمد عبد اللطيف اللي يحمل رقم 40، اعتقد انه 41 ربما ان يكون هو مصاب. يونس محمود الان، يلا يا يونس ممكن تسدد الان، يحاول يعدي ولكن تتخلص من امام يونس محمود. شايف هنا ملعوبه امامي الان من خلف المدافعين، طالع حارس المرمى ايضا نور الصبري. يعني المنتخب العراقي هو مقرب تماما للمرمى، مقرب تماما للمرمى، قادر ان يصل، ولكن اللمسه الاخيره هي تنقص المنتخب العراقي الى الان تنقص. جمهور ايضا كبير حاضر، اذا البديل القادم راح يكون اللاعب ديكسون ايضا، يبدو لي ينحدر من اصول برازيليه اللاعب ديكسون. ملعوبه الان تصل لاحمد لطيف، شايف هنا ايضا جانب من الجمهور العراقي. نشأة اكرم في وسط الملعب بشكل حلو، ما في اوفسايد. ملعوبه لحيدر او مهدي كريم يحاول يعدي مهدي، وفي خطأ، في خطأ على مهدي كريم. هذا مهدي، الخطأ كان للاعب كير الحاق. شايف في خطأ واضح تماما على مهدي كريم. اذا
في تغيير الآن، في تغيير، ديكسون هو البديل، اللاعب رقم 25 بديلا للاعب أحمد لطيف. يبدو لي إصابة وتغيير اضطراري. هذا هو أحمد لطيف غادر الآن، ودخول اللاعب ديكسون ينحدر من أصول برازيلية. هذا اللاعب اللي هو ديكسون. إذن أول تغيير لمنتخب سنغافورة في هذا اللقاء، أحمد لطيف غادر أرضية الملعب وديكسون هو البديل لمعاد كورة. الآن تصل في وسط الملعب بشكل حلو، يخلصها خالد مشير. ديكسون البديل أمامي الآن في وسط الملعب، نشأة أكرم يلمها بشكل حلو لنفسه، يلعبها لخالد مشير، تصل مرة أخرى لنشأة، تبعد أيضا تتخلص. يعني التمريرات القصيرة، لاعبي المنتخب السنغافوري يضغطون من نصف الملعب يخلصونه، وهنا المهارة لهذا اللاعب اللي هو هايرو إمري. هايرو إمري يحاول يعدي ولكن خلصها من أمام نشأة أكرم. هذا هو هايرو إمري اللاعب رقم 19، ويبدو لي في إنذار الآن، في إنذار للاعب رقم 15 اللي هو فخر الدين. فخر الدين شايف عرقلة واضحة تماما في الدقيقة 26 الآن، يحصل اللاعب فخر الدين على أول إنذار في اللقاء. إذن 26 دقيقة الآن، ولا يزال المنتخب السنغافوري متقدم بهدف مقابل لا شيء للمنتخب العراقي الشقيق. شايف فخر الدين لاعب رقم 15 يحصل على الإنذار الأصفر في اللقاء. حيدر عبد الأمير لعبها بشكل حلو، هجمة خطيرة، طالع حارس المرمى أيضا لنيل، طالع لنيل يخلص اللعبة الماضية، تعود الآن لخالد مشير وإلى خارج أرضية الملعب. خارج أرضية الملعب زعلان صالح الزير. شايف هذا هو صالح الزير اللي سدد وعدت إلى خارج أرضية الملعب ضربة مرمى. شايف راحت والله قريبة، كانت قريبة أيضا من المرمى وعدت إلى خارج أرضية الملعب. إذا كما ذكرت اليوم بنغلاديش وأوزبكستان 4-0 لأوزبكستان، إيران وتايوان 2-0 للمنتخب الإيراني، أستراليا والمنتخب البحريني 2-0 للمنتخب الأسترالي، كوريا الجنوبية وسوريا، انتهى اللقاء بتعادل الفريقين بهدف لكل منهم. ولكن غادر المنتخب السوري أيضا، غادر المنتخب السوري ولم يتأهل، تأهل المنتخب الكوري الجنوبي والمنتخب الإيراني من المجموعة الثانية، بينما المجموعة الأولى تأهل المنتخب السعودي والمنتخب الياباني. المجموعة الثالثة أيضا منتخبنا الوطني هو من تأهل، ولا زال المنتخب العماني والمنتخب الأردني ينتظرون. وهنا هجمة عراقية، الله، بشكل حلو صالح الزير، صالح الزير لعبها بشكل جميل وعلى طول يتفرج عليها. شوف يتفرج عليها لنيل حارس المرمى، نفسنا تماما يتفرج عليها. شوف قريبة، كانت قريبة جدا، قريبة جدا، راحت إلى خارج أرضية الملعب. عليك يا صالح، عليك يا صالح. وهنا رداي المدرب المنتخب السنغافوري، صاحب الإنذار الوحيد في اللقاء إلى الآن فخر الدين اللاعب رقم 15. ملعوبة الآن في وسط الملعب للمنتخب السنغافوري، يعني أيضا المنتخب العراقي لديه 7 نقاط المنتخب العراقي، بينما المنتخب السنغافوري أيضا لديه 4 نقاط. يعني أيضا هو لا زال موجود المنتخب السنغافوري في البطولة. يعني عموما المجموعة هذه، المجموعة الخامسة هي المجموعة الوحيدة إلى الآن اللي لم يحسم وصول أي فريق للنهائيات. هنا في خطأ، شايف هذا هو اللاعب رقم 5 اللي هو نشأة أكرم وعرقلة، وهنا مدرب المنتخب العراقي أكرم سلمان. أكرم السلمان هو خلفا للمدرب العراقي السابق عدنان حمد.
طبعا قاد المنتخب العراقي ايضا الى نهائيات كاس العالم 86 اللي هو اكرم سلمان اللي كانت المكسيك ملعوبا الان خارج ارضيه الملعب. وايضا كان مدربا للمنتخب العراقي في العاب غرب اسيا التي اقيمت في قطر. ملعوبه اماميه الان نور صبري يلعبها طويله تتخلص من الدفاع السنغافوري. تصل مره اخرى لنور صبري حارس المرمى. يعني هو وصل في اكثر من مره المنتخب العراقي. هدد مرمى المنتخب السنغافوري. هناك ايضا ثلاثه او اربعه اهداف ضايعه للمنتخب العراقي. بينما من هجمه وحيده فقط استطاع سوبر ماني لاعب المنتخب السنغافوري واللي كما ذكرت ينحدر من اصول هنديه اللي هو سوبر ماني هو من احرز اول اهداف اللقاء. ملعوبه يونس محمود. هذه يونس محمود لنشأت اكرم تتخلص تصل لاحمد كاظم باتجاه جاسم حاجي. الان كل هذه النقلات باقدام لاعبي المنتخب العراقي. صالح الدير شايف التغطيه ايضا البريس القوي اللي عاملين لاعبين المنتخب السنغافوري على المنتخب العراقي. احمد كاظم لنشأت اكرم. يعني نشأت ايضا بطيء في وسط الملعب الى الان رغم ان لاعب يمتلك مهارات عاليه خبره طويله ايضا في الملاعب لاعب نشأت اكرم. ديكسون البديل يلعبها اماميه. شايف يعتمدون على الكرات من خلف المدافعين من خلف المدافعين تماما ولكن صاحي هذه المره حيدر عبد الامير. رمي التماس الان للمنتخب العراقي 32 دقيقه الان. هناك لاعب ايضا في وسط الملعب للمنتخب السنغافوري اللي انحدر من اصول صينيه لاعب شجاعي. صالح الزير لاعبها تتخلص بشكل حلو يخلصها اللاعب رقم 19 اللي هو امري لاعب جيد هايرو امري. هجمه الان للمنتخب السنغافوري تصل ل 17 شريف اسحاق مع ايضا اللاعب مهدي كريم. تتهيأ الان في وسط الملعب شايف يغيرون اللعب وتسديد قويه رضا حارس المرمى وفي رايه في رايه في رايه في رايه تسديد قويه ايضا اخطا حارس المرمى نور صبري. شايف هنا تسديده واوفسايد واضح تمام واضح الاوفسايد يعني من لعبه الكره واللاعب كان في موقف التسلل وراي سليمه ايضا كانت من المساعد الثاني لهذا اللقاء اللي هو بالفانوف حكام من تركمانستان والمراقب من مملكه البحرين احمد جاسم ومراقب المباراه من الاردن نعم فاخوري. خالد مشير في وسط الملعب يلعبها لنشأت اكرم باتجاه عماد محمد المختفي تماما ما ذكرنا اسمه تماما عماد اتمنى ان شاء الله ان يتحرك. هنا 27 جاسم حاجي بالخطا ايضا من جاسم. شايف التمريرات الخاطئه للمنتخب العراقي يعني الاستعجال ايضا غير مطلوب. فخر الدين لعبها للركل هار تصل باتجاه ديكسون مره اخرى. فخر الدين في وسط الملعب صاحب الانذار الوحيد. شايف هذه الكرات الخطيره ولكن في رايه ايضا في رايه في رايه تماما. يعني هذه اللعبات اللي ينضرب فيها ينضربون فيها يعني ما هي شوف هنا 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 واضح الاوفسايد واضح تماما الاوفسايد ولكن ربما ايضا في لعبه اخرى. يعني يعتمد لاعبي المنتخب السنغافوري على اللعب من خلف المدافعين من خلف المدافعين. يعني يجب ان ينتبه المدرب والمدافعين للنقطه هذه اللي قاعد يلعب فيها المدرب اللي هو راديكو ابراموفيتش مدرب المنتخب السنغافوري مدرب كبير للطولات وجولات ايضا في مجال التدريب قاد العديد من المنتخبات. ملعوبه الان يونس محمود يعدي بشكل حلو يلا يا يونس يلا يا يونس وهدف التعادل هدف التعادل وفرحه كبيره
فرحة كبيرة في المدرجات الآن. شايف الإعلام العراقي، شوف الإعلام العراقي الآن، ويونس محمود، يونس محمود الآن قايل لكم الهدف للمنتخب العراقي. قرب الهدف للمنتخب العراقي، وهذه هي الجماهير العراقية تحتفل بهدف التعادل في الدقيقة 4. شوف عدى من الأول وعدى من الثاني، وعلى طول وضعها في المرمى بشكل حلو. يعني قايل لكم لاعب مهاري، لاعب جيد. تمريرة وتمريرة، تمريرة جميلة كانت، مررها لنفسه، شوف مررها لنفسه من بين خدم المدافع حسن غفوري، وأحرز هدف التعادل. هدف التعادل الآن للمنتخب العراقي، وكما ذكرت التعادل يصل بالمنتخب العراقي إلى النهائيات. ولكن أكيد أن الفريق ما راح يلعب على التعادل، ما راح يلعب على التعادل تماما. ديفسون لعبها أمامية الآن للمنتخب السنغافوري، تتهيأ تتخلص، لا زالت خطيرة الآن، وبفدائية تبعد، تعود مرة أخرى الآن، تسديد الآن جهة اليمين، طلعت خالص، راح خارج أرضية الملعب. وهنا نور صبري يوجه أيضا زملائه، هوار ملا محمد لاعبها لنشأة أكرم، في اللعب طويلة أمامية، هجم الآن للمنتخب العراقي، يلا مرتبكين المدافعين، ممكن تضغط يا عماد، ولكن تتخلص إلى خارج أرضية الملعب، أو لا زالت في أرضية الملعب، لا زالت في أرضية الملعب. ينزل اللعب شوي الآن، هنا نشأة أكرم، شايف نشأة، يعني نشأة نوعا ما في بطء من اللاعب نشأة أكرم. ملعوب تصل لصالح زيد، صالح مهدي كريم أيضا كان يطلب الكرة، ولكن تصل لنشأة أكرم، يلعبها نشأة، عماد محمد حاول يعديها لنفسه، يقول ما في خطأ، حكم الدفاع يقول ما في خطأ، هذا هو مامادوف حكم هذا اللقاء من تركمانستان. ملعوبة الآن تصل لصالح الدير، واحد المنتخب العراقي، واحد المنتخب السنغافوري. هدف المنتخب السنغافوري بإمضاء اللاعب سوبرماني، وهدف المنتخب العراقي بإمضاء اللاعب الغرافة القطري اللاعب يونس محمود. هدف جميل جدا أحرز اللاعب يونس محمود. هنا هجم للمنتخب العراقي الآن، شايف انفتح الدفاع السنغافوري، هوار ملا محمد لاعبها الآن ليونس محمود صاحب الهدف، تعود باتجاه نشأة أكرم مرة أخرى الآن للمنتخب العراقي. نشأة لاعبها نشأة لصالح الدير، صالح يلعبها ليونس محمود، تتخلص من الدفاع حيدر عبد الأمير، وفي رأي في رأي الآن في رأيه أوفسايد، شايف هنا اللعبة، يلا ماشي يعني ربما يكون متقدم قليل اللي هو صالح الدير، وهذا هو راداي إفراموفيتش، شايف حكم اللقاء أيضا يطلب من حارس المرمى لينيم الإسراع. يعني كما ذكرت المنتخب السنغافوري لديه 4 نقاط، بينما المنتخب العراقي الشقيق لديه 7 نقاط. يعني إذا تعادل الفريقين راح يصبح المنتخب العراقي 8 نقاط، بينما راح يصبح المنتخب السنغافوري ب5 نقاط. عموما أيضا الفوز يصل بالمنتخب العراقي إلى النهائيات. أمامية الآن طويلة جهة المنتخب السنغافوري، تتخلص من أحمد كاظم المدافع، هوار يعني شايف فاتحين اللعب أيضا بشكل حلو. نشأة أكرم برؤية حلوة يلعبها لحيدر عبد الأمير، وكنترول جميل جدا، كنترول رائع من اللاعب مهدي كريم. هنا هجم الآن خطيرة للمنتخب العراقي، وتسديد إلى خارج أرضية الملعب. بالسلام إن شاء الله يا يونس، بالسلام يا يونس، قوم إن شاء الله بالسلام يونس محمود، شايف وهنا اللعبة والتسديد القوية من يونس محمود. هنا اللاعب مهدي كريم اللي لعبها، شوف والتهيئة الجميلة، ويونس على طول يلعبها إلى خارج أرضية الملعب. بالسلام إن شاء الله يا يونس، بالسلام. أحرز هدف جميل جدا من الجماهير العراقية المحتشدة، هنا أستاذ خليفة بن زايد، هذا الأستاذ الرائع، الأستاذ الجميل جدا هنا في مدينة العين، المدينة الخضراء الجميل. ملعوب الآن هجمة جهة الشمال، هوار ملا محمد لعبها، وحارس المرمى
حارس المرمى لينين يخلصها يلعبها باتجاه 17 اللي هو شريف اسحاق. شريف باتجاه ديكسون، هذا هو ديكسون الان يحاول يعدي ضاغط عليه ايضا وتتخلص من احمد كاظم. ملعوبة لنشأة اكرم الان للمنتخب العراقي في وسط الملعب. نشأة اكرم، عماد محمد حاول يلعبها بينية عماد باتجاه يونس، تعود مرة اخرى صالح الدير لنشأة اكرم ليونس محمود، وفي خطأ في مكان ايضا حلو للمنتخب العراقي. شايف هنا الدفع الواضح ايضا والمزعج تماما، المزعج تماما اللاعب يونس محمود. ربما نشاهد الهدف الثاني الان للمنتخب العراقي. احمد احمد كون اللاعب نشأة اكرم وهوار ملا محمد يمتلكون رجل جميله جدا. شايف هنا حارس المرمى لينين وتوجيهات ايضا للحائط البشري المكون من خمس لاعبين تقريبا او ست خمس لاعبين الان. اذا يونس محمود ونشأة اكرم، ويونس محمود هو الاقرب، يعني اتصور ممكن هوار يلعبها هوار والى خارج ارضيه الملعب. هذا هو هوار ملا محمد اللي يلعب اللي نادي في قبرص هناك، اللي هو هوار ملا محمد. لعبه جميله، كانت لعبه جميله وعدت الى خارج ارضيه الملعب ضربه مرمى. 4 دقائق الان تفصلنا على نهايه الشوط الاول، والتعادل الايجابي مستمر بهدف لهدف. الهدف الاول كان للمنتخب السنغافوري بامضاء اللاعب سوبرماني، والهدف الثاني الجميل الرائع وبمجهود فردي ومهارات عاليه للاعب يونس محمود اللي استطاع ان يحرز هدف التعادل. الهند ايضا اليوم مع اليابان، باكستان مع الاردن، قطر مع هونغ كونغ، عمان والامارات، فلسطين والصين، والمملكه العربيه السعوديه واليمن. هنا المدرب العراقي اكرم اللي قاعد ايضا يوجه اكرم سلمان لاعبيه. يعني المدرب وطني ايضا، جميل ان يكون المدرب وطني يفهم اللاعبين تماما. امامي الان باتجاه المنتخب السنغافوري ملعوبه عاليه الان تصل لديكسون، حاول يلمها لنفسه ديكسون الان لاعب رقم 25. نشأة اكرم يخلصها من امامه وتصدي ديكسون الى خارج ارضيه الملعب ضربه مرمى. هذا هو نشأة اكرم لاعب الشباب السعودي. نور صبري، نور صبري ايضا محترف في احد الانديه الايرانيه حارس المرمى. اذا هناك لاعبين فقط هم يلعبون في الانديه العراقيه، اللاعب جاسم حاجي يلعب في نادي دهوك، واللاعب خالد مشير ايضا يلعب في نادي دهوك العراقي. في وسط الملعب الان باتجاه اللاعب هايرو امري اللي غير مكان الان جاي جهه الشمال. هذا هو ديكسون داخلين على الدقيقة 44 الآن. هجم الآن بالرأس وإلى خارج أرضية الملعب. خطيرة كانت أيضا للمنتخب السنغافوري. يعني قايل لكم المنتخب السنغافوري هذا اللاعب اللي هو شيجاي، اللاعب شيجاي اللاعب رقم 2 اللي كما ذكرت ينحدر من أصول صينية. شوف هذا اللاعب ينحدر من أصول صينية، اللاعب شيجاي وأيضا شكل صيني. احمد كاظم كابتن المنتخب العراقي ولاعب باس الايراني، صالح الدير، مهدي كريم لصالح الدير في وسط الملعب الان. راح نشوف الان الوقت اللي قدره الحكم مامادوف، يعني ممكن يكون دقيقة أو دقيقتين على اعتبار أن اللعب ما توقف تماما. مباراة عموما في شوطها الأول سريعة وجميلة بدت
في الخمس دقائق الأولى للمنتخب السنغافوري، وسيطر المنتخب العراقي على مجريات المباراة. ملعوبة الآن، محاول تصل وحصلها ديلان. دقيقة شايف الحكم الرابع تيدو يرفع لوجود دقيقة كوقت بدل ضايع. ديبسون يحاول يعدي، تتخلص الآن من المدافع العراقي هوار ملا محمد، يحصلها هوار ملا محمد. تعود لنشأة أكرم لاعب الوسط اللي يمول لاعبي المقدمة. هنا صالح الزير يلمها بشكل جميل باتجاه يونس محمود لصالح الزير، ولكن تبعد ايضا من الدفاع السنغافوري. تعود الان لمهدي كريم، لاعبها لخالد مشير بالخلف الان عند حيدر عبد الامير. بالخطأ من حيدر الان. هنا 44 هجمة للمنتخب السنغافوري. ديبسون البديل يلعبها عالية، ديبسون الان، وفي رأيي لوجود اوفسايد على اللاعب ركلة هار. وشايف هنا اللعبة والراية عموما يبدو لي صفر. اذا حكم اللقاء معلنا نهاية الشوط الاول بتقدم الفريقين الايجابي بهدف. مشاهدينا الكرام، متابعي قناة ابو ظبي الرياضية اينما كنتم، استراحة قصيرة على نعود مع حضراتكم في بداية الشوط الثاني. لذلك الحين تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعي قناة أبو ظبي الرياضية، مرة أخرى أجدد الترحيب بحضراتكم. والشوط الثاني للقاء اللي يجمع بين المنتخب العراقي الشقيق والمنتخب السوري الصديق. انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لهدف. المنتخب السنغافوري عموما بدأ الآن فعاليات الشوط الثاني. نتمنى إن شاء الله من المنتخب العراقي أيضا أن يواصل هجومه اللي بدأ في الشوط الأول، وكان أيضا أقرب لتسجيل أكثر من هدف. عموما ما في أي تغيير أشاهد أمامي الآن في الشوط الثاني، سوى تغيير وحيد فقط الآن في الشوط الثاني هو أماكن اللاعبين. ليصبح الآن المنتخب العراقي شقيق على يمين السادة المشاهدين، بينما المنتخب السنغافوري على شمال السادة المشاهدين. وهنا خطأ الآن وضربة حرة مباشرة يحتسبها مامادوف الحكم التركمانستاني. شايف هنا خطأ واضح كان على اللاعب أحمد كاظم، خطأ تكتيكي كون أن اللاعب لو راح ممكن أن يتجه للمرمى تمر. ضربة حرة مباشرة الآن للمنتخب السنغافوري، يعني لمن لم يلتحق بنا في الشوط الأول نذكر لأن التعادل 1-1 إلى الآن. ملعوبة هذه كرة قوية إلى خارج أرضية الملعب، قوية كانت عن طريق أخطر لاعبي المنتخب السنغافوري اللي هو هايرو إمري. شوف لعبها قوية جدا راحت إلى خارج أرضية الملعب ضربة مرمى. هذا هو هايرو إمري، بعيدة هذه كانت على هوار ملا محمد، بعيدة كانت على اللاعب هوار ملا محمد إلى خارج أرضية الملعب ضربة مرمى. منتخب العراقي لعب مع المنتخب السنغافوري هناك وانتهى بفوز المنتخب السنغافوري بهدفين للا شيء. الأهداف كانت عن طريق اللاعب كهاير يول إمري واللاعب نوح علم شاه هو من أحرز الهدف الثاني في مرمى المنتخب العراقي. بينما اللقاء الثاني للمنتخب العراقي انتهى بفوز المنتخب العراقي الشقيق على المنتخب الصيني بهدفين مقابل هدف واحد. الأهداف كانت عن طريق اللاعب مهدي كريم وهوار ملا محمد. اللقاء الثالث للمنتخب العراقي كان أمام المنتخب الفلسطيني الشقيق، انتهى ذلك اللقاء بفوز المنتخب العراقي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. أحرز أهداف المنتخب العراقي في ذلك اللقاء يونس محمود هدفين و
ومحمد ناصر يكسرون هدف. هناك ايضا لقاء رابع كان للمنتخب العراقي في هذه المجموعه، تعادل مع المنتخب الفلسطيني بهدفين لهدفين. هنا ضربه حره مباشره للمنتخب السنغافوري. تخلص. تصل ليونس محمود يلمها يونس. يلا يونس لعبها لصالح الدير. صالح باتجاه يونس وبالخطا ايضا تبعد هذه اللعبه من امام يونس محمود الى خارج ارضيه الملعب، او لا زالت الكره في ارضيه الملعب. حصلها اللاعب جاسم حاج. لعبها لنشأت اكرم، اكثر لاعبي المنتخب العراقي في الشوط الاول تحركا، ولكن يعيد يونس ايضا او نشأت البطء. هوار ملا محمد يلعبها لنشأت اكرم، وفي خطا للاعب نشأت اكرم، والخطا كان على اللاعب البديل في الشوط الاول اللي هو جسم برازيلي. هذا اللاعب برازيلي، اللاعب البرازيلي اللي هو ديكتور ملعوب الان. تصل خطيره هذه للمنتخب العراقي، تبعد ايضا من المدافع السنغافوري. اذا كما ذكرت ديكتور هو ينحدر من اصول برازيليه، كجاي ينحدر من اصول صينيه، وصاحب هدف المنتخب السنغافوري سوبرماني ايضا ينحدر من اصول هنديه. ملعوب الان، شايف هذه الكرات الخطيره اللي قايل لكم من خلف المدافعين، تبعد الان، تصل لشجاي اللي كنت اتحدث عنه قبل قليل، وتسديده من شجاي وسهله في احضان حارس المرمى نور صبري. بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام، متابعي قناة أبو ظبي الرياضية، مرة أخرى أجدد الترحيب بحضراتكم. والشوط الثاني للقاء اللي يجمع بين المنتخب العراقي الشقيق والمنتخب السوري الصديق. انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لهدف. المنتخب السنغافوري المنتخب السنغافوري عموما بدأ الآن فعاليات الشوط الثاني. نتمنى إن شاء الله من المنتخب العراقي أيضا أن يواصل هجوما اللي بدأ في الشوط الأول، وكان أيضا أقرب لتسجيل أكثر من هدف. عموما ما في أي تغيير أشاهده أمامي الآن في الشوط الثاني، سوى تغيير وحيد فقط الآن في الشوط الثاني هو أماكن اللاعبين، ليصبح الآن المنتخب العراقي الشقيق على يمين السادة المشاهدين، بينما المنتخب السنغافوري على شمال السادة المشاهدين. وهنا خطأ الآن وضربة حرة مباشرة يحتف بها مامادوف الحكم التركمانستاني. شايف هنا خطأ واضح كان على اللاعب أحمد كاظم، خطأ تكتيكي كون أن اللاعب لو راح ممكن أن يتجه للمرمى تمر. ضربة حرة مباشرة الآن للمنتخب السنغافوري، يعني لمن لم يلتحق بنا في الشوط الأول نذكر لأن التعادل 1-1 إلى الآن. ملعوبة هذه كرة قوية إلى خارج أرضية الملعب، قوية كانت عن طريق أخطر لاعبي المنتخب السنغافوري اللي هو هايرو إمري. شوف لعبها قوية جدا راحت إلى خارج أرضية الملعب ضربة مرمى. هذا هو هايرو إمري، بعيدة هذه كانت على هوار ملا محمد، بعيدة كانت على اللاعب هوار ملا محمد إلى خارج أرضية الملعب ضربة مرمى. المنتخب العراقي لعب مع المنتخب السنغافوري هناك وانتهى بفوز المنتخب السنغافوري بهدفين للا شيء. الأهداف كانت عن طريق اللاعب كهاير يول إمري واللاعب نوح علم شاه هو من أحرز الهدف الثاني في مرمى المنتخب العراقي، بينما اللقاء الثاني للمنتخب العراقي انتهى بفوز المنتخب العراقي الشقيق على المنتخب الصيني بهدفين مقابل هدف واحد. الأهداف كانت عن طريق اللاعب مهدي كريم وهوار ملا محمد. اللقاء الثالث للمنتخب العراقي كان أمام المنتخب الفلسطيني الشقيق، انتهى ذلك اللقاء بفوز المنتخب العراقي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. أحرز أهداف المنتخب العراقي في ذلك اللقاء يونس محمود هدفين ومحمد ناصر كفرون هدف.
هناك ايضا لقاء رابع كان للمنتخب العراقي في هذه المجموعه، تعادل مع المنتخب الفلسطيني بهدفين لهدفين. هنا ضربه حره مباشره الان للمنتخب السنغافوري، تخلص تصل ليونس محمود يلمها يونس، يلا يونس لعبها لي صالح الزير، صالح باتجاه يونس وبالخطا ايضا تبعد هذه اللعبه من امام يونس محمود الى خارج ارضيه الملعب، او لا زالت في ارضيه الملعب. حصلها اللاعب جاسم حاج، لعبها لنشأت اكرم، اكثر لاعبي المنتخب العراقي في الشوط الاول تحركا، ولكن يعيد يونس ايضا او نشأت الفرصه. هوار ملا محمد يلعبها لنشأت اكرم، وفي خطا للاعب نشأت اكرم، والخطا كان على اللاعب البديل في الشوط الاول اللي هو جسم برازيلي، هذا اللاعب برازيلي، اللاعب البرازيلي اللي هو ديكتور. ملعوبه الان تصل خطيره هذه للمنتخب العراقي، تبعد ايضا من المدافع السنغافوري. اذا كما ذكرت ديكتور هو ينحدر من اصول برازيليه، كجاي ينحدر من اصول صينيه، وصاحب هدف المنتخب السنغافوري توفرماني ايضا ينحدر من اصول هنديه. ملعوبه الان، شايف هذه الكرات الخطيره اللي قايل لكم من خلف المدافعين، تبعد الان تصل لشجاي اللي كنت اتحدث عنه قبل قليل، وتسديده من شجاي وسهله في احضان حارس المرمى نور صبري. طبعا هي اول بطوله كانت في المنتخب الكوري الجنوبي في عام 56، والبطولة الثانية أيضا كانت للمنتخب أيضا الكوري الجنوبي في عام 60، وفي عام 68 المنتخب الإيراني، و 72 أيضا المنتخب الإيراني، و 76 المنتخب الإيراني. شايف وهنا التسديدة القوية اللي راحت إلى خارج أرضية الملعب. إذا 68 و 72 و 76 المنتخب الإيراني يحقق بطولة كأس آسيا ثلاث مرات للمنتخب الإيراني. بعد المنتخب الكويتي في عام 80، 81 او 88 للمنتخب السعودي الكثير، 92 للمنتخب الياباني، عاد ايضا المنتخب السعودي وفاز هنا في الامارات عندما لعب المباراه النهائيه مع منتخبنا الوطني في عام 2000 اليابان، وفي الصين ايضا كان المنتخب الياباني. هذا هو ديكسون البرازيلي. وهنا 41 او 14 اللي كان واضح اللي هو سوبرماني صاحب الهدف. طيب هنا الخطا، عماد محمد اللي نتمنى ان يتحرك ايضا في الشوط الثاني. طبعا هناك لاعب ايضا اللي لم يستدعى للمنتخب العراقي، اللاعب رزاق فرحان اللي يتواجد حاليا مع نادي عجمان في دوري أندية الدرجة الثانية، واحد من اللاعبين والهدافين الخطيرين أيضا اللاعب رزاق فرحان، لعب مع العديد من الأندية الإماراتية، أولها كان للشارقة ومن ثم ذهب لدبي وعاد وذهب لقطر وعاد مرة أخرى لدبي، والآن هو مع نادي عجمان في دوري الدرجة الثانية. أتمنى أيضا أن يعود رزاق لتشكيلة المنتخب العراقي. ملعوبة أمامية الآن تصل سهلة لحارس المرمى لينيل، يعني شايف لينيل أيضا تأخر في اللعبة الماضية، تأخر حارس المرمى، يعني كان بإمكانه أيضا أن يمسكها حارس المرمى، هي مش متعمدة راجعة من المدافع، ولكن هو يعني ملعوبة تصل الآن في وسط الملعب. حيدر عبد الامير يلعبها في وسط الملعب باتجاه نشأت اكرم، تعود لصالح الشدير. المنتخب العراقي ايضا الى الان يسيطر على مجريات الشوط الثاني بالسبع دقائق بشكل حلو، يعدي صالح الشدير، يحاول يعدي من الثاني عماد محمد، يلعبها لهوار ملا محمد الان، هوار لا زالت الكره للمنتخب العراقي خطيره هذه، ممكن يسدد ولكن تراجع ايضا لنشأت اكرم الان، تسديد من نشأت ولكن بفدائية أيضا، يصاب على أثرها لاعب المنتخب السنغافوري، لاعب المنتخب السنغافوري تسديدة قوية كانت، يصيب كيجاي
اللاعب اللي انحدر من اصول صينيه يعني تعرض لاصابه من التسديده القويه اللي لعبها نجعل اكرم. شايف هذه هي التسديده، شوف تصدق في جاي والى خارج ارضيه الملعب بالسلامه ان شاء الله. بالسلامه ايضا للاعب المنتخب السنغافوري اللي هو جاي. هنا حسين سعيد، هذا هو حسين سعيد نجم الكرة العراقية، واحد من الهدافين المميزين ايضا في المنتخب العراقي، وهو الان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم. ممكن يكون تبديل ايضا قادم للمنتخب. هنا ايضا الحضور من الجنس اللطيف ايضا يحضر هذا اللقاء. في وسط الملعب الان للمنتخب العراقي نشأة اكرم، لعبها بشكل حلو هوار ملا محمد. هوار ملا محمد خطيره هذه المنتخب العراقي، وحارس المرمى، حارس المرمى لينيل صاحي صاحي صاحي. شوف هنا هوار، يعني كان ايضا المدافع يطلب بوجود اوفسايد ولكن هي ما في شيء. الان جيبسون الان مع الكره من المنتخب السنغافوري، يحاول يعدي بشكل حلو يخلصها من امامه لاعب المنتخب العراقي جاسم حاجي. يلا 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 تعود لهوار ملا محمد. هوار ملا محمد لاعبها جهه اليمين يونس محمود بشكل حلو يحصلها يونس. الان يونس يعني لاعب مهاري ممكن يعدي من الاول، عدى بالفعل وعدى ويحتفظ فيها هيئها الان، ولكن تتخلص تعود مره اخرى للمنتخب العراقي. حيدر يلعبها وتتخلص الى خارج ارضيه الملعب. ركله ركنيه، ركله ركنيه شوف من كابتن الفريق اللاعب رقم 5 اللي هو ايدي، هذا هو يونس محمود. مهدي كريم على تنفيذ الركله الركنيه يتركها الان لنشأه اكرم المتخصص دائما في الكرات الثابته. نشأة يلعبها بالراس تخلص، هذه ممكن فيها لمسة يد، يعني شايف اللاعبين المنتخب العراقي يعني اتصور بان المنتخب السنغافوري يلعب ناقص الان. عموما راح نشوف ملعوبة يونس محمود لاعبها، بالفعل المنتخب العراقي او السنغافوري الان يلعب ناقص على اعتبار ان لاعب المنتخب السنغافوري شوجاي اصيب ايضا في اللعب الماضي. هنا هجم الان للمنتخب العراقي تبعد الى خارج ارضيه الملعب، ربما يكون تبديل قادم ايضا. بالفعل هو شجاي الان راح يغادر او غادر والبديل هو اللاعب رقم 23 محمد عبد الحليم. شايف هنا يعني يبدو لي في لمسه يد. برافو بالفعل لجميع العاملين معي هنا في اخراج هذه المباراه بقياده المخرج المتالق طلال سليمان. ركله ركنيه الان نشأت اكرم، نشأت اكرم على تنفيذ الركله الركنيه. حصل تغيير اضطراري ايضا لمدرب المنتخب السنغافوري بخروج اللاعب شجاي ودخول محمد عبد الحليم. هجم الان للمنتخب العراقي، ملعوبه عاليه بالراس ولا زالت خطيره الان نشأت اكرم. شايف هذا هو نشأت اكرم خلصت من امامه. بطيء بطيء نشأت، بطيء نشأت، لاعب جيد ولكن البطء ايضا واضح. ملعوبه في وسط الملعب الان محمد عبد الحليم البديل رقم 23. تصل للمنتخب السنغافوري باتجاه صاحب الانذار الوحيد فخر الدين. لاعبها لهايرو امري صاحب الهدف ايضا في مرمى المنتخب العراقي هناك في سنغافوره. هذا هو هايرو امري لاعب رقم 19. جميل والله ان نشاهد النجوم العراقيين متواجدين. يعني قبل قليل شاهدنا حسين سعيد يتواجد، هو نائب او رئيس الاتحاد العراقي ويوما ما كان هدافا بارعا
للمنتخب العراقي. وهنا خطا ايضا في مكان جميل جدا يتفاعل معه الجماهير العراقيه. اخذ الخطا بالفن، اخذ الخطا بالفن تماما اللي هو يونس محمود. ضربه حره مباشره الان، ضربه حره مباشره. هل راح يكون فوار ملا محمد؟ هذا اكرم سلمان على فكره المساعد المدرب اللي هو رحيم حميد. عموما راح نتكلم عن مساعد المدرب شوي بعد هذه اللعبه الخطيره للمنتخب العراقي. فوار ملا محمد ويونس محمود يتركها، يونس الان يلعبها، يونس بشكل حلو تصطد، يبدو لي اصطدت في العارضه، راح نشوفها ان شاء الله، ولكن الهجمه لا زالت مستمره للمنتخب العراقي. والهدف الثاني الان للمنتخب العراقي، الهدف الثاني للمنتخب العراقي عن طريق اللاعب مهدي كريم. إذا مهدي كريم يهدي المنتخب العراقي الهدف الثاني، وهل يهديهم أيضا التأهل؟ هذا هو مهدي كريم، أهدى بالفعل لهذه الجماهير الحاضرة الهدف الثاني الآن للمنتخب العراقي. وكما ذكرت بأن السيطرة العراقية مستمرة منذ بداية الشوط الثاني. شوف هذا هو مهدي كريم، عدى بشكل حلو، اخترق ولعبها، اصطدت في المدافع. وهنا اللعبة الخطيرة اللي كانت عن طريق اللاعب يونس محمود. إذا اتقدم الآن المنتخب العراقي في الدقيقة 14. شوف هذا هو مهدي كريم، لعبها واصطدت في المدافع ودخلت في المرمى. وهذه اللعبة أيضا الماضي اللي كان من المفترض أيضا أن تدخل المرمى. إذا اثنين المنتخب العراقي له. اثنين المنتخب، شايف اصطدت بالفعل. وهذا هو كما ذكر مهدي كريم يهدي الجماهير العراقية التي تتواجد في المدرجات. الهدف الثاني الآن للمنتخب العراقي. وهنا خطأ الآن، في خطأ للمنتخب السنغافوري، والخطأ تحديدا للاعب ركل هار لاعب رقم 44. اللاعب ركل هار ضربة حرة مباشرة الآن للمنتخب السنغافوري. اثنين الآن المنتخب العراقي، اثنين المنتخب العراقي، أو هدف في المنتخب السنغافوري. هذه كرة خطيرة أيضا الآن، هذه كرة خطيرة. يعني خلي بالك يا نور يا صبري، اللاعب اللي راح يسدد خطير جدا اللي هو هايرو إمري يلعبها. هايرو، هدف التعادل عن طريق اللاعب هايرو إمري. يعني قبل ما يسدد هذا اللاعب قايل خلي بالك يا نور قبل ما يلعبها اللاعب هايرو إمري. وهنا الجماهير السنغافورية شوف وضعها بشكل جميل، بشكل حلو لعبها هايرو إمري، يحرز هدف التعادل. كنت يعني أنبه على حارس المرمى أن ينتبه، ولعبها بشكل حلو والله. يعني ما عليك أيضا نعطي هذا اللاعب حقه، مجتهد أيضا، مكافح في أرضية الملعب، واستطاع أن يحرز هدف جميل لتصبح النتيجة الآن كما هي واضحة أمام حضراتكم على الشاشة بهدفين. أربعة أهداف في هذا اللقاء إلى الآن. مباراة حلوة ومباراة جميلة جدا فيما بين المنتخبين. يعني أحيانا تصل إلى الجيد جدا بالفعل هذه المباراة. هنا مقطوعة أيضا عن طريق اللاعب هوار ملا محمد،
يلا يا هوار لاعبها في وسط الملعب باتجاه نكأة أكرم. تعود مرة أخرى لهوار ملا محمد. هوار راح يلعبها عالي، لعبها عالي هوار الآن، تتخلص من المدافع السنغافوري، يحاول يحصلها اللاعب شريف إسحاق. هذا هو اللاعب شريف إسحاق، لعبها في وسط الملعب باتجاه اللاعب فخر الدين. أمامي الآن للاعب هايرو، بشكل حلو يعدي لاعب مهاري هايرو. خلصت من أمام الآن، خلصت من أمام هايرو، تصل للمنتخب العراقي ومرتد الآن خطير. هذه المرمى فاضي، مرمى فاضي، مرمى فاضي، الله أبعدت، أبعدت الآن، تعود مرة أخرى لصالح السير. يلا يلا يا شباب، ملعوبة الآن، يونس محمود تتهيأ، هوار يلعبها وإلى خارج أرضية الملعب، خارج أرضية الملعب. مباراة مثيرة فيما بين الفريقين، حلوة المباراة تماما والله. شوف هذه لعبة يونس محمود، يعني أتوقع لو سقط يونس ممكن أن ينذر حارس المرمى. شوف هذه اللعبة في اشتراك عموما هو، ولكن تأخر يونس محمود وأبعدها المدافع، أبعدها المدافع اللي هو فخر الدين، فخر الدين. وهنا التسديد القوية اللي تألق فيها أيضا حارس المرمى لينيل. في اللعب الآن على الطاير نشأة أكرم إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. حلوة المباراة بالفعل، حلوة، أربعة أهداف فيها إلى الآن، وهناك فرص خطيرة أيضا إن كان من جانب المنتخب العراقي أو أيضا لا نهضم حق المنتخب السنغافوري اللي بالفعل أيضا تحسب لمدربة المدرب الصربي، ذلك المدرب اللي هو راديوكو إبراموفيتش، اللي بالفعل يعني حضر فريق جيد، استطاع أن يفوز في اللقاء الماضي، وأيضا هو الآن متعادل بهدفين لهدفين، أربعة أهداف في اللقاء إلى الآن. اللعب الآن جهة اليمين باتجاه ديكسون، لاعب جيد أيضا هذا اللاعب اللي هو ديكسون اللي معنا بالصورة الآن، لاعب رقم 25. نشأة أكرم بالخطأ يا نشأة، ملعوبة أمامي الآن، طالع حارس المرمى نور صبري، لعبها باتجاه مهدي لوسط الملعب الآن. نشأة أكرم باتجاه هوار ملا محمد، يعني لو يركزون على الجهة الشمال المنتخب السنغافوري الجهة الشمال ضعيفة لديه، فلذلك شاهدنا أيضا الهدف الثاني للمنتخب العراقي من جهة الشمال. ملعوبة الآن في وسط الملعب نشأة أكرم، لعبها باتجاه يونس، يونس حاول يمررها لعماد محمد المختفي تماما، يعني ربما ايضا اذا ما استمر عماد بهذا الشكل ممكن ان يسبب. خالد مشير لاعبها، خطيره هذه يا هوار، يا هوار يا هوار، كان بامكانك من اول لمسه تلعبها في المرمى يا هوار. شوف هذه اللعبه، شوف شوف هنا اللعبه، حيدر لعبها وهوار طالت، طالت على هوار، طالت على هوار، كنا راح نقول الآن 3-2 ولكن ضاعت. هذا هو رادي مدرب المنتخب السنغافوري اللي كما ذكرت يعني أعد فريق جيد. قبل المباراة أيضا كنت أتحدث معاه فيقول لي أن المنتخب السنغافوري 3 سنوات أنا معاه الآن وأحاول أني أطور هذا الفريق، ونجح إلى الآن نوعا ما بأن أجاري الفرق الكبيرة، واحترم أيضا المنتخب العراقي الشقيق وقال بأن المنتخب العراقي واحد من المنتخبات العريقة أسيويا وكرويا، فلذلك أيضا المنتخب العراقي شاهدناه في الدورات الأولمبية، في دورات الخليج، في عدة دورات، أيضا دورة غرب آسيا ينتزع الألقاب لوجود اللاعبين الكبار. فنشاهد الآن الكرة العراقية، نتمنى إن شاء الله بحول الله وقوته أن تعود العراق، أن تعود العراق الحضارة، العراق الجميلة، العراق الذي أنجب العديد من المواهب. ملعوبة الآن ليونس محمود، يتهيأ للتسديد، تسديد، الله 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 الله، صاروخ عراقي، صاروخ عراقي بالفعل، صاروخ عراقي قوي، يونس محمود يطلق صاروخ لا يرد ولا يصد، حارس المرمى لينين، 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 يتفرج تمام، كره
قوية لم يراها، لم يراها تماما إلا وهي في حلق المرمى. شوف شوف، الله 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 الله، هذا الهدف، هذا الهدف يا جماعة يذكرني بهدف، يذكرني بهدف عبد الرحمن إبراهيم، ذلك اللاعب الإماراتي الذي أحرزه في مرمى المنتخب العراقي. والله هذا الهدف شبيه بهدف عبد الرحمن إبراهيم لاعب المنتخب الإماراتي ولاعب نادي الشعب الحالي، عندما أحرز الهدف في مرمى المنتخب العراقي، في مرمى المنتخب العراقي في نهائيات أمم آسيا التي أقيمت هنا في الإمارات، وأبعد المنتخب العراقي من هذه البطولة بهذا الهدف الجميل اللي أحرز الآن يونس محمود. تقدم الآن العراق بثلاثة أهداف، كما ذكرت بأن عراق الحضارة، عراق اللاعبين، يعود المنتخب العراقي الآن. برافو للمنتخب العراقي، ثلاث المنتخب العراقي الآن رغم الحصار، رغم الظروف الصعبة اللي يواجهها المنتخب العراقي، رغم الأشياء التي تحدث هناك في المنتخب العراقي، نتمنى إن شاء الله أن يسود الأمن والاستقرار في العراق الشقيق. ملعوبة بالرأس ويحصلها نور صبري، مزعج هذا اللاعب أيضا، يعني مناصفة مع اللاعب يونس محمود، إن كان يونس محمود نجم المنتخب العراقي فهو هذا اللاعب هايرو إمري نجم المنتخب السنغافوري. المزج يعني يجب أيضا على المدافعين أن ينتبهون لهذا اللاعب، أن يعود أيضا لهذا اللاعب. هوار ملا محمد الآن، هوار، يلا يا هوار، يلا يا هوار، يلا الهوار، الهوارة هناك أيضا تعزف الجماهير العراقية في المدرجات، اطرب يا هوار، هجم الآن للمنتخب العراقي في مشروع هدف رابع، تسديدة قوية تصطد في المدافع، هذه ما فيها شيء، هذه ما فيها شيء. صالح الزير بالفعل أيضا، وبدأت الصواريخ العراقية الآن تطلق من كل الجبهات. شفنا الآن هوار أيضا لعبها باتجاه صالح الزير، والله المباراة رائعة رائعة، أتصور أن الجميع يعني سعيد جدا بهذا اللقاء. في تغيير الآن، في تغيير، ولله الحمد يعني القراءة عندي جيدة الحمد لله. كما ذكرت الآن عماد محمد يغادر عماد محمد أرضية الملعب، كون أنه أيضا ممكن يكون مراقب. البديل هو اللاعب رقم 19 هيثم طاهر، إذا هيثم طاهر بديلا لعماد. يلا يا عماد، برافو برافو يا عماد، إن شاء الله في المباريات الجاية يكون مستواك أفضل، وأنت لاعب كبير، وهنا البديل هيثم طاهر. ملعوبة أمامية الآن باتجاه يونس محمود، يونس محمود اللاعب الرائع، الهدف الجميل اللي أحرزته يا يونس، والله هدف جميل جدا، هدف جميل جدا، تسديدة قوية وكانت مطلوبة، ركلة ركنية الآن، ركلة ركنية. شخصيا مستمتع بهذا اللقاء الشيق، خمسة أهداف في اللقاء إلى الآن، وكما ذكرت دائما حلاوة كرة القدم بالأهداف، والأهداف حاضرة والمهارات حاضرة والتسديدات أيضا من خارج المنطقة حاضرة، إذا كل الأشياء الجميلة في كرة القدم موجودة. وهنا ركلة ركنية الآن تبعد من المدافع السنغافوري، والله يا طلال يعني لو تعيد لي الهدف، لو جت فرصة عيد لي الهدف، ذلك الهدف الرائع اللي أحرزه هذا اللاعب اللي مع الكرة الآن يونس محمود. هذا هو يونس، شوف مهاري جدا، عدت من أمام الآن خارج أرضية الملعب رمية التماس. برافو يا يونس، برافو يا يونس، مستمتعين تماما بالأداء القوي للمنتخب العراقي، الثلاثة أهداف بعد ما كان متخلف بهدف، عاد المنتخب العراقي قوي جدا وأحرز ثلاثة أهداف في مرمى المنتخب السنغافوري. أيضا يجب أن لا نهضم حق المنتخب السنغافوري، فريق جيد لديهم لاعبين أيضا. شوف شوف شوف، شكرا يا طلال، شكرا يا طلال، شوف هدف رائع جدا، هدف رائع جدا من الأهداف العالمية، هذه الأهداف هدف عالمي بالفعل أحرزه اللاعب يونس محمود. ملعوبة الآن تتخلص إلى خارج أرضية الملعب، أبعدها اللاعب جاسم مشير، إذن عماد محمد خارج أرضية الملعب والبديل هو هيثم الطاهر. ملعوبة الآن للمنتخب السنغافوري، محمد عبد الحليم تعود الآن عالية، تصل باتجاه شريف إسحاق، يعيدها بالخلف لفخر الدين،
يعني قادر ايضا المنتخب السنغافوري ان يصل لمرمى المنتخب العراقي. في تغيير قادم الان، صالح الدير، صالح الدير والبديل هو اللاعب رقم 4 اللي هو ياسر محمد، ياسر محمد بديلا لصالح الدير. هذا هو البديل، وهنا صالح الدير. شكرا ايضا لصالح الدير، البديل هو ياسر محمد، لاعب شاب ايضا في صفوف المنتخب العراقي. هذا هو ياسر محمد بديلا لصالح الدير. ملعوب الان بالراس، هوار ملا محمد بشكل حلو، وفي خطا للاعب يونس محمود. يلا يا يونس، يلا يا يونس، ما في داعي تتنرفز يا يونس، ممكن انك تحصل على انذار. 28 دقيقة الآن، في تغيير أيضا للمنتخب السنغافوري. 44 يغادر أرضية الملعب اللي هو ركلهار، والبديل هو اللاعب رقم 9 اللي هو شريف، شريف 20، شريف 20. هجمة خطيرة أيضا تروح إلى خارج أرضية الملعب. يلا يا هوار، يلا يا هوار، والله المباراة ممتعة تماما. شوف تسديدة تعتلي العارضة، تعتلي العارضة بقليل إلى خارج أرضية الملعب، ضربة مرمى. برافو 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 بالفعل للمنتخب العراقي، وأيضا برافو للمنتخب السنغافوري. قاعدين يأدون مباراة جميلة جدا الفريقين، مستمتعين تماما الجماهير الحاضرة لهذا اللقاء. أنا شخصيا أيضا مستمتع في هذا اللقاء. ملعوب الآن في وسط الملعب، في خطأ على هذا اللاعب. توك داخل، توك داخل يا شريف، توك داخل وترتك بخطأ. شوف هنا الخطأ على اللاعب شريف أحمد كاظم، دي حيدر عبد الأمير يلعبها في وسط الملعب الآن مقطوعة، تصل لشريف اللي دخل قبل قليل. بالخطأ أيضا قراءة جميلة من اللاعب رقم 4 اللي هو ياسر محمد. هذا هو ياسر، لعبها لهوار ملا محمد، تتخلص من أمام هوار ملا محمد، يخلصها ديكسون، تعود بالخلف الآن باتجاه سوبر ماني. 3-2 الآن، 3 المنتخب العراقي، 2 المنتخب السنغافوري. هذه النتيجة تصل بالمنتخب العراقي الشقيق إلى نهائيات آسيا. ملعوب الآن، هوار ملا محمد، يلا يا هوار، شكل حلو لنشأت لهوار، يعدي هوار بشكل حلو، تتهيأ هذه كرة خطيرة المنتخب العراقي، يونس محمود يلعبها وتتخلص إلى خارج أرضية الملعب. جمل تكتيكية رائعة بالفعل للمنتخب العراقي. شوف هذه الأولى الآن، وهذه الثانية، وهنا التهيئة الحلوة هذه، وتتخلص إلى خارج أرضية الملعب ركلة ركنية. مبدع مبدع، رائع تماما رائع تماما هذا اللاعب اللي هو يونس محمود اللي يلعب لنادي الغرافة القطري. ركلة ركنية الآن، هوار ملا محمد على تنفيذ الركنية. 14 دقيقة تفصل المنتخب العراقي عن الوصول. ملعوب الآن، تصل مرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس المنتخب السنغافوري. إذن 14 دقيقة، شايف هنا أخصائية العلاج الطبيعي. رمي التماس الآن، أو في خطأ، يبدو لي في خطأ الآن للمنتخب السنغافوري. 17 شريف اسحاق أو شريف اسحاق، مادي على تنفيذ الخطأ، يلعبها أمامي الآن، تتهيأ بالرأس، تبعد أيضا من الدفاع ياسر محمد لمهدي كريم، يعدي بشكل حلو مهدي الآن، انطلق مهدي، ارفع راسك يا مهدي، ممكن تلعبها بعرض الملعب،
لعبها، ولكن التغطية كانت حاضرة أيضا من المدافع السنغافوري. هذا هو مهدي كريم صاحب الهدف الثاني، ويونس محمود هو النجم الأول صاحب هدفين، وكل هدف أحلى من الثاني. الهدف الأول كان بمهارة عالية من يونس محمود، والهدف الثاني أيضا بتسديدة قوية لا تصد ولا ترد، سكنت الشباك السنغافورية. سيطرة عراقية على مجريات اللقاء، ومن كرة ثابتة أحرز المنتخب السنغافوري الهدف الثاني. كما ذكرت المدرب هو أكرم سلمان مدرب المنتخب العراقي، ولكن هناك مساعد المدرب هو رحيم حميد واحد أيضا. شوف هذا هو نشأة أكرم الآن، لعبها أمامية باتجاه هوار ملا محمد، اللاعب الجيد من جهة الشمال هوار يلمها بشكل حلو، هوار أيضا يستعرض أمام جمهوره، يلعبها بالخلف باتجاه ياسر محمد، تعود أيضا ل 27. شايف الكرات هذه، ممكن هذه اللعبات أيضا تأثر. هنا نشأة أكرم الآن، استلم نشأة، هجمة خطيرة المنتخب العراقي، تسديدة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة ركنية الآن للمنتخب العراقي. سيطرة تماما، وهنا لقطة جميلة جدا لأستاذ خليفة بن زايد هنا في مدينة العين، جو جميل أيضا. نشأة أكرم يلعبها، خلصها حارس المرمى ياسر محمد الآن، تعود يلعبها بأرض الملعب مرة أخرى، أرضية تتخلص، تصل باتجاه نشأة أكرم. نشأة ممكن يعدي، ممكن يمرر، راح نشوف الآن تتخلص من أمامه عن طريق اللاعب ديكتور. بالخطأ شايف الضغط اللي عاملينه لاعبي المنتخب العراقي. اضطر اللاعب السنغافوري بأن يلعبها بالخطأ إلى خارج أرضية الملعب. عشر دقائق هنا، هجمة وتسديد أيضا قوية في أحضان حارس المرمى، حب يجرب نفسه اللاعب رقم 19، حب يجرب نفسه يلا نجد وسط اللي هو هيثم طاهر. ملعوبة الآن، شريف إسحاق هذا اللاعب مزعج تماما، اللي هو هايرو الكامري. هذا هو أكرم سلمان مدرب المنتخب العراقي. هوار ركلة ركنية الآن، شيرين إسحاق لعبها بالخلف باتجاه فخر الدين، تسديدة قوية إلى خارج أرضية الملعب. تسديدة كانت عن طريق اللاعب رقم 16 اللي هو بنتي، اللاعب رقم 16 اللي هو دانيل بيرتي. تسديدة قوية كانت من دانيل بيرتي، عدت إلى خارج أرضية الملعب. يلا يا نور صبري حارس مرمى المنتخب العراقي يلعبها أمامية في وسط الملعب الآن، تصل لنشأة أكرم، تتخلص أيضا من المدافع السنغافوري. يعني شوي هدى اللعب بعد ما سجل يونس محمود الهدف الثالث الآن. 9 دقائق تفصل المنتخب العراقي عن النهائيات. راح نقول مبروك إن شاء الله للمنتخب العراقي، إن شاء الله راح نقول لهم مبروك اليوم. ملعوبة تصل لديكسون يلعبها أمامية، نور صبري طالع وفي اشتراك مع حارس المرمى، بالسلامة لنور صبري الآن، ويعتذر أيضا اللاعب السنغافوري، يعتذر، كرة مشتركة كانت مع نور صبري. شوف هذه اللعبة الآن، وهنا بالسلامة إن شاء الله. والله قوية كانت، صعبة شوي، اللعبة
بالسلامة إن شاء الله لنور صبري، يقوم إن شاء الله بالسلامة يواصل اللقاء مع الفريق. هنا الجماهير العراقية التي أيضا تؤازر المنتخب العراقي، وهذا هو أكرم سلمان. أكرم سلمان بالسلام إن شاء الله لنور صبري. سلام إن شاء الله لنور صبري. هذا رادي مدرب المنتخب السنغافوري. بالسلام إن شاء الله لنور. كما ذكرت اللقاءات اليوم بنغلاديش وأوزبكستان 4-0 لأوزبكستان. تايوان وإيران، خلاص إيران ضمنت تأهلها، وأستراليا والبحرين 2-0، كوريا الجنوبية وسوريا 1-1، بينما لقاء المنتخب الإماراتي مع المنتخب العماني يعني يبدو أن انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العماني بهدف مقابل لا شيء. هذا هو نور صبري. وهنا الجالية السنغافورية أيضا، يعني والله جماهير شرق آسيا منظمين، منظمين حتى في تشجيعهم منظمين جدا. ما شاهدناه في نهائيات كأس العالم 2002 في كورة واليابان هو خير دليل على التشجيع المثالي للجماهير الكورية واليابانية. وبالخبرة يونس محمود، يونس محمود اللاعب الرائع بالفعل، اللاعب الجيد يونس محمود اللي حصل على ركلة ركنية الآن، ركلة ركنية نشأة أكرم لعبها، نشأة تخلص بالرأس. محمد ياسر لحيدر عبد الأمير، في خطأ على اللاعب حيدر أو يونس محمود، شايف هنا الخطأ الواضح، خطأ واضح كان على اللاعب يونس محمود. هناك ايضا في دكة الاحتياط سهرنك محسن الحارس الاحتياطي للحارس نور صبري، وعلاء عبد الحسين وياسر رعد وسامال سعيد ووسام زكي واحمد صلاح ومحمد ناصر. أمامي الآن للمنتخب السنغافوري 5 دقائق، الآن 5 دقائق تفصل المنتخب العراقي عن الوصول. هذه الكرة أيضا خطيرة كانت، يعني أتصور بأن الحكم التركمانستاني أيضا متساهل قليلا من لاعبي المنتخب السنغافوري. هنا الخطأ لهذا اللاعب اللي هو بيرشيز، بيرشيز أيضا ينحدر من أصول نيبالية. يعني يونس محمود اليوم تعرض للضرب تماما من المدافعين السنغافوريين. شايف في خطأ ليونس محمود. 4 دقائق الآن تفصل المنتخب العراقي اللي يتقدم إلى الآن بثلاثة أهداف مقابل هدفين. أهداف المنتخب العراقي عن طريق اللاعب يونس محمود 2، اللي يرفع رصيد يونس محمود اليوم إلى 4 أهداف ويتساوى مع تركي الطويلح. هنا هجمة يونس وفي الشباك الخارجية، قامت معها الجماهير العراقية تسديدة يونس محمود اللاعب القوي. شوف أتوقع بأنه راح يحصل على أفضل لاعب في المباراة اللاعب يونس محمود. تسديدة قوية كانت من يونس. تصل الآن باتجاه اللاعب سوبرماني صاحب هدف المباراة الأول. هذا خالد مشير لنيل حارس المرمى يلعبها أمامي الآن.
تصل باتجاه هوار، طول على هوار الى خارج ارضيه الملعب. رمي التماس الان للمنتخب السنغافوري. سوبر ماني على تنفيذ رميه التماس. صاحب الهدف الاولاني سوبر ماني. شيريل اسحاق. سوبر ماني لاعبها عالي. عالي حصلها نور صبري. نور بشكل حلو يلتقط اللعبه الماضيه والتوقيت السليم كان لي نور صبري حارس مرمى المنتخب العراقي. في وسط الملعب الان هجمه للمنتخب العراقي، تصل باتجاه هوار ملا محمد. هوار راح يسدد، سدد هوار، صدت ايضا في المدافع تعود مره اخرى، يخلصها ديكسون من امام هوار ملا محمد. هذا هو ديكسون امامي الان للمنتخب السنغافوري، يحصل على خطا، يحصل على خطا اللاعب رقم 17 اللي هو شيريل اسحاق. شايف هذا الخطا اللي حصل عليه اللاعب شيريل اسحاق لاعب المنتخب السنغافوري. اذا دقيقه 44 دقيقه الان، دقيقه باقيه على نهايه اللقاء. بالصدر ايضا يهيئها لحارس مرماه نور صبري اللي حصلها، حصلها نور، حصلها قبل ما تطلع الى خارج ارضيه الملعب. وهذا هو رادي مدرب المنتخب السنغافوري، زعلان اكيد، اكيد زعلان، رغم انه ايضا فريقه ادى مباراه جميله جدا، تقدم في البدايه وعاد ايضا وعاد للمباراه مره اخرى عندما عاد الفريق السنغافوري. ديكسون يلعبها اماميه، ديكسون يعني كره القدم لا تعترف الا بصافره حكم اللقاء، يعني يجب ايضا على لاعبي المنتخب العراقي ان يكونون حذرين ايضا للكرات الخطيره للمنتخب السنغافوري. ركله ركنيه الان، ركله ركنيه، وفي ثلاث دقائق كوقت بدل ضايع. شايف ثلاث دقائق الان كوقت بدل ضايع، قدره الحكم التركمان الثاني مامادوف. ركله ركنيه، شيريل اسحاق تعدي هذه يا شباب، يعني اذا جاء الهدف الان في وقت صعب جدا، في وقت صعب جدا، ملعوبه الان. شيريل اسحاق يلعبها عاليه ويلا يا نور، بالفعل بشكل حلو، بشكل حلو يحصل عليها نور صبري. شايف هذه اللعبه وارتقاء جميل جدا لحارس المرمى نور صبري اللي يحصل ايضا على خطا. اذا ان شاء الله تعالى راح نقول باذن الله مبروك للمنتخب العراقي، كما هو الحال للجماهير العراقيه التي تحتفل باداء فريقها. اذا كما ذكرت مساعد المدرب هو رحيم حميد اللي شارك مع المنتخب العراقي في نهائيات كأس العالم 86 في المكسيك، وهو درب هنا ايضا في الامارات لنادي زيد الاماراتي في دوري انديه الدرجه الثانيه. هنا ديكسون البرازيلي تتخلص من امام، تصل لهوار، تبعد خارج ارضيه الملعب. رمي التماس الان للمنتخب السنغافوري، خلاص الان باقي دقيقة ونص على نهاية المباراة، والمنتخب العراقي في طريقة الى التأهل الى نهائيات كأس آسيا. راح يرتفع رصيد المنتخب العراقي الشقيق الى 10 نقاط ويتصدر مجموعته. شايف يتلاعب هناك اللاعب يونس محمود بالمدافعين، وايضا معصب على حكم اللقاء يطلب خطا. شوف يونس لاعب مهاري، وتخلصت من امام الان، ما احتكاك عادي جدا، ايضا تعدي خارج ارضيه الملعب. يعني الان المنتخب العراقي الشقيق في الطريقه لانتزاع النقاط الثلاث والتاهل الى نهائيات كأس آسيا.
خلاص اخر 30 ثانية. في تغيير الان، في تغيير للمنتخب العراقي. 25 محمد ناصر ايضا يلعب في قبرص كمحترف، اللاعب محمد ناصر بديلا للاعب نشأة اكرم. نشأة اكرم اللاعب رقم 5، يعني ربما كان في انذار ليونس محمود، ربما يكون ليونس محمود او لنشأة اكرم على اعتبار ان التأخير. اذا نشأة يحصل على انذار الان قبل خروجه من ارضية الملعب على اعتبار ان تأخر، والبديل هو محمد ناصر. خلاص اتوقع ان حكم المباراة راح يطلق صافرته بعد هذه الهجمة. هجمة الان المنتخب العراقي خطيرة. جول جول هوار 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 بولا محمد الهوار الهوارة يرقص هوار بولا محمد الان امام الجماهير العراقية الغفيرة الحاضرة الحاضرة ايضا اللي تآزر. شوف شوف فرحة تماما الجماهير العراقية بالهدف الجميل للاعب هوار ملا محمد. ايضا ايضا يطلق صاروخ براسه. شوف شوف قوية قوية جدا في سقف المرمى ينهي المباراة ويعلن تأهل المنتخب العراقي رسميا الى نهائيات كأس آسيا. مبروك للمنتخب العراقي، مبروك للمنتخب العراقي، مبروك ايضا للشعب العراقي يا صديق. صفر حكم اللقاء معلنا نهاية المباراة بفوز المنتخب العراقي على المنتخب السنغافوري بأربعة أهداف مقابل هدفين. مبروك للمنتخب العراقي، يصل المنتخب العراقي للنقطة العاشرة. هذا يونس محمود أيضا يقبل يقبل المدرب أكرم سلمان، واحتفالية جميلة جدا أيضا في المدرجات وفي أرضية الملعب. إذا نبارك للمنتخب العراقي الشقيق تأهله إلى نهائيات كأس آسيا التي ستقام في فيتنام وإندونيسيا وماليزيا وبانكوك. بالتوفيق إن شاء الله لجميع المنتخبات العربية التي تأهلت. مشاهدينا الكرام، متابعي أبو ظبي الرياضية، تقبلوا تحياتي من خلف الميكروفون أحمد الحسني، وتحيات المخرج طلال سليمان، والطاقم أيضا الجميع هنا أبدع في إخراج هذه المباراة. شكرا لكم، على أن ألقاكم إن شاء الله في لقاءات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.